أنا طالب وأدرس في أحد المعاهد العلمية في المملكة، ومن المعروف أن في كل شهر نستلم مكافأة قدرها 315 ريالا، وعندما أعود إلى المنزل يأخذها علي والدي بحجة أنه محتاج إليها. راتبه يزيد عن 7000 ريال شهريا، وإذا لم أعطه المبلغ فإنه سوف يغضب ويقول لي: أنت ومالك لأبيك. ومع ذلك فإن لي إخوة أكبر مني موظفون ولا يأخذ شيئا من مرتبهم. وجهوني جزاكم الله خيرا. يعني الوالد له حق بلا شك، وله أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره، أي لا يضر الولد ولا يحتاجه. فإذا كان الوالد قائما بالنفقة لك وبما تحتاج إليه فله أن يأخذ مكافأتك أو راتبك أو يأخذ منه. أما إذا كان لا يقوم بالنفقة عليك ولا يقوم بما تحتاجه فلا يجوز لوالدك أن يأخذ المكافأة ويتركك في حاجة وفي ضرورة إلى هذا المبلغ. فلا يأخذ إلا إذا كان إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون هو قائما بحاجاتك ومتطلباتك وأنت لست بحاجة إلى هذا المبلغ، فله أن يأخذه. والحالة الثانية إذا كان هذا فاضلا عن حاجته، إذا كان هو لا ينفق عليك ولا يقوم بحاجتك ولكن هذا المبلغ يكون فاضلا عن حاجتك، تشتري حوائجك منه ويطلب منه الشيء، فلوالد أن يأخذ الزائد. جزاكم الله خيرا.